بالعاصمة الإسبانية مدريد مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني ومطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. معنا من هناك مراسلنا معاذ حامد. معاذ، مدريد على الموعد من جديد شعبيا، انقل لنا تفاصيل الصورة وشعاراتها. نعم، في الحقيقة أنا الآن أقف وسط شارع الجرامبيا في العاصمة الإسبانية مدريد، وكما نشاهد هنا التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 100,000 متظاهر خرجوا في إسبانيا هنا في مدريد ضد الإبادة الجماعية كما يقولون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في الحقيقة هذه الأعداد غير مسبوقة، وهي من تنظيم عدد من الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية التي تجمعت من مختلف المدن الإسبانية، نحو 15 مدينة إسبانية، قررت أن تأتي إلى العاصمة الإسبانية لتسمع صوتها لصانعي القرار السياسي ومطالبة للحكومة الإسبانية بقطع العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى دعم قضية جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مطالبة إسبانيا الحكومة الإسبانية بعدم المشاركة في عملية البحر الأحمر العسكرية ضد اليمنيين وضد الحوثيين أنصار الله. بطبيعة الحال طالب المتظاهرون بفرض العقوبات على إسرائيل، وهتفوا شعارات عالية جدا مثل فلسطين من البحر إلى النهر، إضافة إلى دعم المقاومة المسلحة الفلسطينية، إضافة إلى دعم المقاومة الفلسطينية. هذه المتظاهرة تهتف وتقول أن نتنياهو هو قاتل وقاتل للأطفال. بطبيعة الحال طبيعة الشعارات هنا مرتفعة جدا، هنالك من مختلف الأطياف أيضا الشعبية والأحزاب السياسية التي تتظاهر إليك رولا.